مثل ما شفت تايتل هذا الفيديو The End. The End للفلوجينج. رح بطل عن الفلوجينج، قررت اقلب التشانل لفود تشانل لانو حسيت ان هذا الشيء بيناسبني اكتر وبفيدني اكتر وبقدر ابدع فيه اكتر من الفلوجينج. الفلوجينج عم بقصر بحقكم كتير مش شوي. هيك قررت انه بليش فود تشانل مش فلوجينج، بطل تشانل بس فلوجينج، لانه بدي اعطيكم من قلبي، بدي اعطيكم كل شيء قادر اعطيه. فلوجينج عم بقصر كتير بحقكم. So اللي رح يصير بهذا الفيديو، رح فرجيكم قطشتين من شغله صورتها امبارح وشغله صورتها اليوم، اللي رح تكون اخر فلوج بعمله. الفيديو الجاي مطلوع رح تصير كلها خاصه بالاكل. هلا باول فيديو رح تشوفه امبارح انا وسيلو نزلنا اكلنا بمانو بيض ورجعنا جينا عندي على البيت. هلا رح تقطع عليكم. هلا وصل سيلو على الارجح رح ناكل شي محل من بعدها معهم كزدورة كزدورتين، لأنه هلأ الساعة بعدها واحدة، الساعة واحدة وعشرة مثل ما شايفين. دوروا بالكم دقيقة. اوكي صار الساعة واحدة وعشرة هلأ بالليل، ما في حدا على الطريق، ما في نحن شو خطأ، قاعد أنا بالبيت مش عم بعمل شيء. بدي لي سيلو وينك شو عامل ومنظهر. سو بس نعرف وين رايحين ناكل دغري رح خبركم. خليكم معنا إن شاء الله بتحبوا هذا الفلوج. فاللي صار إنه عأساس كنا نروح الجنك بوكس اللي هي بالكاسليك، بس رحنا كان مسكر وقررنا نرجع هون على مانو بيدو، على مانو بيدو بمش حمود. هيك شو طلبنا؟ طلبنا ساندويتش 2 3 4 5 6 ساندويتشات. طلبنا 3 ساندويتشات، لين روستو وسجق وشي فاهيتا. شي اجنبي روت فاهيتا. مسكن شوي سيلو برم لي اياه هون. اسم الفن سيلو، ما تصدقوا. هورن اللي طلبناه هون. سو يلا خلينا نبلش اكل. هلا بعدنا مخلصين اكل عند مانو بيضو مثل ما شفتوا بالفيديو، وصار معي موقف مهضوم بنفس الوقت بضحك وحلو. فاللي صار انه نحن عم نصور التايم لابس اللي شفتوها هلا قبل شوي، نحن عم ناكل، في شاب بيشغل عند مانو بيدو يقطع هيك من حد الكاميرا ويجي ويطلع فينا ويطلع بالكاميرا يطلع فينا. المهم بالاخر هيك نحن عم نضبطيه، اجى قال لي شو هلا هيدا انت بتنزل على الفيسبوك؟ قلت له لا بنزل على اليوتيوب، عارف دغري انا عندي تشانل وبعمل فلوجينج والاخبار. ف فات عمل لي سبسكرايب وحيقول لرفقاته يعملوا سبسكرايب. فخبرية حلوة انه انا كسرت شوي هذا الحاجز اللي كان عندي، انه اول ما بلشت اصور كنت استحي شوي اصور قدام العالم، كان عندي هيدي مش ما فينا نسميها فوبيا، بس انه هيدا كنت استحي ما بعرف ليه اصور قدام العالم. ف هلا اللي صارت معي اليوم بالعكس شجعتني زيادة وحمستني انه اصور زيادة قدام العالم والاخبار. وقلت له انه في نهار رأينا قريبا رح اجي اصور عند مانو بيض وهيك. مهم اختصار لكل هالحديث، صار لساعة عم بلت وعاجن فيه، انه هلأ خلصنا اكل قطشة رح تكونوا عم تشوفوا الصبح. طلعنا رجعنا عند سيلو وخليل، انا هلأ ببيتون. كنا عم نعمل شوية مونتاج لهذا الفيديو اللي هلأ قطع عليكم واللي عم تشوفوه رح ترجعوا تشوفوه. سو هيك خليني اعطيكم كمان كم قطشة وارجع كفر حديث معكم. لك ما سمعت صوت الكاميرا. لا قولوا ابيك فيل، كنت جاي واعي لخليل طلع واعي. فاللي صار انه وصلنا عند سيلو، سالت امه لسيلو اذا خليل واعي. فقالت لي خليل بعده نايم. فتنا تنوعي انا شو طلع واعي وعم يستلمنا. شوفوا سيلو مزبط هلا قص شعره. سيلو طلع لا شيل شابو شيل. حبيبي من امبارح ايرين. اوكي فاللي صار انه من بعد ما طلعنا من عندي وجينا لهون خلصنا الترويقه والاخبار، عم كفي مونتاج بالوقت. خليل كمان عم بظبط صور فوتوشوب امبارح عملناها، وعلى ارجح بس نخلص يعني بعد شي ساعتين بدنا نوصل سيلو على الشغل وراجعين نازلين نعمل فوتوشوب ثاني. المحل رح يبقى سوربريز، محل كثير حلو ورح تحبوه كثير. الصور تبع فوتوشوب امبارح فيكم تفوتوا تشوفوها على انستا عندي، بتكون نزلت على انستا بس ينزل هذا الفلوج.
وان شاء الله تكونوا عم تحبوا هذا الفلوج. بعدني عم بنتج يعني هيدا اللابتوب هون قدامي انا عم بنتج خليل عم بيشغل بالصور وهي الكاميرا التانية عم تصور الكانون. خلينا نفرجيكم الصور خليل بس فودي على الفولدر. اوكي هو الصور هلا عم فرجيكم هون انا بلا اديتنج بلا شيء. هذا رفيقنا فخري مختصر مفيد. هول هن الصور مبارح رح تشوفونا على انستا رح ننزل شي 4 صور تقريبا اللي هن احلى 4 وخلينا نكفي مونتاج. نحن بشوفكم بس بدنا نوصل سيلو بيرايت باك. مثل ما قلت لكم باول فيديو انه حتكون فود شانل يعني عباره عن شوف شانل رح تكون مقسمه تحت 3 topics. اول واحد انه رح يكون في تحديات بالاكل سرعه او كميه هو رح ينعمل على ارجع عندي بالبيت لانه رح يصير في خبصه بالاكل. تاني توبيك رح يكون انه بروح على مطاعم معينه على سناكس على تراك فود على هالخبار باكل عندهم بفرجيكم هن كيف عم بيطبخوا كيف عم بيعملوا الشيء رح يكون عم ياكله. وثالث فكره اللي هي رح تكون انه رح يكون انا ايام عم بعمل اكلات بالبيت جرب قصص جديده احجام معينه وهالخبار كلها. هيك رح اقدر ابرع اكثر واعطيكم اكثر وفرجيكم فيديوهات اكثر. هلا على الارجح رح نكون ماشيين على طريق معين على نمط معين. كل جمعه رح ينزل فيديو واحد ورح ينزل فيديو نهار الجمعه. يعني كل نهار جمعه في عندكم فيديو بده ينزل على الشانل خاصه بالاكل. رح نبلش من جمعه الجايه يعني جمعه الجايه نهار الجمعه رح ينزل اول فيديو على الشانل خاصه بالفود. واقترحوا لي انتم بالكومنت شو في غير اسم التشانل بطل كريستيان طنوس فلوجز تصير اسم تاني. اقترحوا لي انتم شو في اسميها وبالكومنت اعطوني رايكم رح نقي اسم اللي بيكون مكتوب بالكومنت. وبشوفكم بالفيديو الجاي. انا بليز وصلنا ل 500 سبسكرايبرز لازم نوصل لل 50 باسرع وقت وبعدين لازم نرجع نوصل لل 1000. وستي تيوند اللي مش متابعني على انستا هون رح كون حاطط الانستا تبعي وفوتوا اعملوا لي فولو بليز لتشوفوا التطورات. رح صير صور ستوريز كمان على انستا وين بكون وين عم صور هالاخبار. ويلا بنشوفكم بالفيديو الجاي.